طبعاً اليوم الوطني هنا في قطر يجسد كثير من القيم الخاصة بالثقافة والهوية القطرية، فكل ما يتصل بقيم التراث وتاريخ الدولة ومؤسساتها وما أحرزته من تقدم ومن اهتمام بالبنية التحتية إلى آخره، كلها هذه تجسد القيم التي يريدها المواطن القطري، ومن خلالها يتم التفاعل مع تراثه ومع تاريخه. اليوم الوطني إذن مرتبط ويحتاج الآن في هذه الفترة بالذات إلى مزيد من الترابط والتفاعل والتماسك بين القيادة وبين المواطن والمقيم على هذه الأرض. الشعار الذي رفعه سمو الأمير كان مقصوداً ويعمق هذا التوجه الموجود عند الدولة وعند المواطن، وهو وحدتنا مصدر قوتنا. إذا استطعنا بالفعل، وإن شاء الله سوف نستطيع الجميع بتعاونهم وبتآزرهم في إنجاح هذا الحفل الكبير الذي سوف يشرفنا جميعا. أنا أوجه التحية لحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد على جهوده وما لاقاه أيضا من تحديات، وأشير أيضا إلى سمو الأمير الوالد لأنه كان له الفضل الكبير واليد الطولة على هذه النهضة التي نشهدها، ومنها استطاعته أن يقنع العالم بقدرة قطر على استضافة كأس العالم.